project documentation. يتكون من project title, abstract, project chapters وreferences. project title. تجنب استخدام ما يلي. اولا, avoid to use the abbreviation. تجنب استخدام المختصرات بالتايتل. يجب ان تكون الكلمات كلها واضحة وصريحة, غير وجود للمختصرات, لان اذا تخلي مختصر اي واحد يجي يقرأ التايتل ما راح يعرف شنو معنى هذا المختصر. Avoid to use the word by, novel, innovation, or discovery. تجنب استخدام هذه الكلمات. Avoid the generalization in the title. تجنب التعميم في التايتل. يجب أن يكون واضح وصريح. Avoid the undefined terms. تجنب استخدام أي العناصر الغير محددة. Avoid the name of tool that used. تجنب ذكر اسم التول اللي استخدمتها أو السوفتوير إلى آخره. Avoid the long title more than three lines. تجنب أن يكون التايتل مالتك أكثر من ثلاثة أسطر, حبذا أن يكون سطرين أو أقل. خير الكلام ما قل ودل. الأبستراكت. الأبستراكت يفضل أن يكتب في نهاية البروجكت ورا ما تكمل كل الشابترات والرفرنسات مالتك, وتكون عندك صورة واضحة للبروجكت تجي تكتب الأبستراكت. الأبستراكت هو عبارة عن صفحة واحدة تتضمن عدة أمور رئيسية. هذه الأمور الرئيسية هي introduction, فد مقدمة بسيطة عن الموضوع سطرين, يليها بسطرين significant of study, أهمية الموضوع هم في السطرين عليه. البروبلم ستيتمنت, شنو البروبلم مالتك, لان اذا ماكو بروبلم ماكو داعي انه تسوي بحث. وراها بسطرين او ثلاثه تكتب الابروتش او الميثود او الموديل, ويجب ان يكون لينكد وذ اوبجكتيف, يعني الطريقه مالتك او الميثود اللي استخدمتها لحل المشكله شلون حققت لك الاوبجكتيف, لان الميثود هاو تو اتشيف ذا اوبجكتيف. من راح تذكر الميثود مالتك, استخدمت الطريقة الفلانية لحل المشكلة كذا وحققناه كذا وكذا وكذا الأوبجكتيفات. وبعدين يجي الفايندينج اللي هو عبارة عن الكونكلوجين والإيفاليويشن اللي هي التقييم. هذه الشغلات الأساسية كلها تكون بصفحة واحدة متتالية سطر بعد سطر, فأي قارئ يجي يقرأ الأبستراكت راح يفتهم شنو موضوعك, شنو أهمية موضوعك, شنو المشكلة اللي عندك بالموضوع, شنو الطريقة اللي استخدمتها لحل هذه المشكلة, وشون حققت أوبجكتيفاتك. لازم يكون أكو ربط بين الميثود اللي استخدمتها حتى تحقق الأوبجكتيفات مالتك, وأخيرا يكون الكونكلوجين للبروجكت.